مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو XMass؟ ما هي ميزات XMass؟ ما هو XMass؟ هو رمز مكافآت مميز تم إطلاقه في 30 نوفمبر عام 2021 مع التركيز على التبرع بجزء من ضريبة التسويق الخاصة به إلى Toys for Toys بناء على الحجم اليومي. ما هي ميزات XMass؟ سيحصل حاملو XMass على 4% مكافآت من كل معاملة شراء أو بيع في باينانس، والتي يتم إرسالها تلقائياً إلى محافظهم. كلما حصلت على المزيد زاد الدخل غير الفعال الذي تكسبه. يجلب مجتمع XMass الإيجابية والعمل الخيري والأصالة إلى بيئة العملات البديلة. XMass هو رمز مميز مع خطط بناء شراكات بين المنظمات المشهورة عالمياً والمشاهير والشركات. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.